احنا كنا شغالين بنشرف على تركيب المجازر في مصر. مصر فيها دلوقتي بتحول معظم المجازر بتاعتها لمجازر آلية عشان عملية النظافة والرحمة بالحيوان، وان المعاملة الكويسة تبقى والنظافة في جوه المجازر. ففكرنا ليه ما نبتديش ان احنا نعمل السيستم دوت. رحنا بعتنا خطاب لهيئة الانتاج الحربي، هيئة الانتاج الحربي استجابت لينا، ورحنا مضينا مصنع 99 حربي، وعملنا مشروع مشترك ما بين جامعة أسيوط ومصنع 99 حربي لتصنيع خط إنتاج المجازر. ابتدينا الأول بما يسمى صندوق الدبح، اللي هو أكبر مكنة في خط الإنتاج. صندوق الدبح ده كان بيستورد مبلغ كبير جدا، بيوصل 2 مليون جنيه من بره. إحنا تولينا عملية التصميم والكنترول والنيواتيك سيستم، والإنتاج الحربي تولى عملية تصنيع المعدة نفسها. بيدخل جوه، وبعد ما بيدخل جوه بيتظبط رقبته وجسمه، وبتكتف ميكانيكال بحيث ان هو ما يقدرش يتحرك كده ولا كده. الصندوق بيلف يجيب الحيوان راسه تحت ورجليه فوق، وبعدين بيحصل عمليه الدبح بطريقه نظيفه، والدم بينزل في حته بعيده خالص. بعد كده الحيوان بيلف الجهاز ويروح رامي الحيوان بعد ما يدبح. الكلام ده بيحصل في 3 دقائق، فاحنا نقدر ندبح 25 بقره في الساعه او لغايه 30 كمان. وبالتالي احنا نقدر نخدم على مجزر كبير جدا في مساحه صغيره بدون ما نرمي كل مخلفات الذبح. بعد كده بيروح على خط السلخ، خط التقطيع، وخط لم الفرته والحاجات اللي فيه، وده برضو احنا شغالين عليه ان شاء الله عشان نعمل خط انتاج المجازر بالكله تصنيع مصري بالكامل. الماكينه دي كلها مصريه.